امبارح كان في 4 منتخبات حسموا صعودهم لدور 16 في بطولة كأس العالم، وهم هولندا والسنغال في المجموعة الأولى، إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية، وبكده هولندا هتتقابل في دور 16 مع المنتخب الأمريكي، أما السنغال للأسف هتصطدم بمنتخب إنجلترا علشان نشوف مباراة صعبة جدا. والنهاردة برضو يا هند هيكون معانا 3 منتخبات هيصعدوا لنفس الدور، الدور ال 16 بعد ضمان تأهل المنتخب الفرنسي. هتكون ماتشات النهارده قويه جدا جدا وليها حسابات خاصه وملعبكه شويه في منتخبات لان في منتخبات محتاجه تكسب علشان تصعد، ومنتخبات محتاجه تتعادل عشان نقطه واحده بس علشان نعرف ونحلل معاك وكل حاجه حصلت لحد النهارده في كاس العالم. معانا ومنورانا ضيفتنا شيماء عادل الناقده الرياضيه، هنعرف منها كل حاجه. اهلا بيكي شيماء، منورانا النهارده. اهلا بيكي وشكرا على الاستضافه. في البدايه بس ابارك النادي الاهلي على عقد الرعايه، وده بيثبت ان احنا النادي الاكثر جماهيريه والنادي اللي جميع الرعاه بتبقى حابه ان هي تكون تتعاقد معاه، اكثر طبعا شعبيه وعندنا اكثر فروع. فمبروك وان شاء الله من تقدمه. اكيد اكيد كل يعني كل الدعم للنادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره على عقود الرعايه الجديده. خلينا بقى نبتدي كده، انه بما انه فاضل خلاص 3 ايام ودور المجموعات يخلص، قولي لي كده من الاول كده، شايفه كاس العالم السنه دي، كاس عالم قطر السنه دي، من وجهه نظرك كاس عالم قوي جدا من الناحيه الفنيه، وده لان التوقيت كمان كان يا هند مهم قوي السنه دي، لان دايما كاس العالم كان بيتلعب في نهايه السيزون بعد ما بيكون السيزون خلص، فاللعيبه كانت بتبقى مرهقه ومعظمها مصابه. لكن السنه دي انت بتلعبي يعتبر في بدايه السيزون، فاللي جاي جاي عامل تاهيل كويس، لعب مباريات قويه مع الفرق بتاعته، فطبيعي ان انت تشوفي اللعيبه فت، الكل فايق، فالمستوى الفني عالي. كمان في غزاره تهديفيه موجوده في المونديال السنه دي، اعتقد لو كملنا على الطريقه دي هيكون من افضل يعني افضل كاس عالم جه، يمكن من فتره طويله جدا ما شفناش الجراه دي حتى عند الفرق الصغيره. كنت لسه اقول لك، وفي فرق صغيره عملت اداء يعني مفاجئ للجميع. انا بقول ان شعار كاس العالم السنه دي اللي هو ما تخافش، بالظبط، اركن تاريخك واركن نجومك وانزل الملعب هو الفيصل، ما فيش شيء متوقع بالظبط. صحيح. ونقدر كمان يا شيماء نحدد دلوقتي ايه المنتخبات اللي كانت باديه بدايه مميزه جدا واثبتت نفسها في المونديال، كلميني. يعني المنتخب الفرنسي لا جدال عليه، انت جايه مع بطل كاس العالم، يعني طبيعي في ناس متوقعه كده ان هو ده هيكون كويس، فبالفعل كويس. وفي طبعا العكس، يعني الارجنتين طبعا الارجنتين كانت العكس بالنسبه لنا، طبعا مع تالق المنتخب السعودي، وان شاء الله يا رب التوفيق يكون حليفه النهارده قدام المكسيك. كمان عندك البرازيل، يعني ده شيء كان اساسي متوقع ان هي هتكون كويسه، وبالفعل هي كويسه، الا انا عكس الطبيعه الكونيه ما بشجعش البرازيل بالمناسبه. فعلا والله ما اعرفش ليه، يعني العالم كله بيشجع البرازيل الا انا، لا انا دايما بميل اكتر مثلا لايطاليا، مفتقداه جدا في كاس العالم. بشجع البرتغال طبعا عشان خاطر كريستيانو رونالدو، انا حقيقه يستحق، يعني ده اخر ده هنتكلم في الموضوع ده، هنسالك سؤال لكن ده. كمان اسبانيا طبعا مع لويس انريكي عاملين شغل هايل جدا المدرب بتاعهم. في فرق كتيره لا التوقع بتاعها ماشي مع المظبوط، مع اللي هو المفروض هيكون كويس. هم من المنتخبات دي انجلترا طبعا ماشي بشكل كويس جدا، في منتخبات كانت مفاجاه بالنسبه لي اكيد هنتكلم عنها دلوقتي. يعني صحيح، حلو قوي. عايزين بقى بما انك اتكلمت عن كريستيانو وانه ده اخر كاس عالم لكريستيانو رونالدو، شفتي الازمه بتاعت اخر جول ليه واحتسابه وعدم احتسابه ليه؟ انت من وجهه نظرك كده شايفه مين؟ انت اصلا الاتحاد البرتغالي عمل ايه؟ يعني لكن تخيل انت عندك 2 برونو وعندك كريستيانو الاثنين في المنتخب مع بعض، والاتحاد يقف في صف في كريستيانو. الاتحاد مش بيبص، لان الهدف مش هيفرق مع برونو، بس هيفرق جدا في الاعداد القياسيه اللي بيعملها كريستيانو. صحيح. وحقيقي مش هيجي للبرتغال لاعب زي كريستيانو على مدار سنين كتير قدام جايه، طبعا الله اعلم، بس يعني في المجمل من اللي احنا شايفينه ارقامه يعني مفيش مرعبة. هو انا بشوفه اسطوره اللعبه، مرعب حقيقي بالارقام. فهو كل ده البرتغال بتعمله علشان يبقى هي ليها الصداره كاسم البرتغال من خلال كريستيانو. انا شايفه ان هي طبعا اديداس هتقول لك ان هي ما لمستش، لان هو مش ماضي عقد معاها، لكن ما اعرفش، يعني حقيقه هم طلعوا بيان انه خلاص الهدف باسم برون، وحقيقه كان هو رجل مباراه بامتياز، يعني هو كان عامل شغله كويس جدا مع المنتخب البرتغالي. صح، يعني معك. اعتقد موضوع شركه صانعه الكوره، اعتقد ان الدنيا ما بتمشيش انه هم ماضيين ولا لا. يعني انا من وجهه نظري انه الكوره معموله بتقنيه فيها سنسرز، الناس قالوا ان هي ما اتلمستش،
ولو في صور معينه بزوايا معينه بتقول ان فعلا الكره لمسها شعر كريستيانو من زاويه معينه. بس ما تقدريش تنكري برضو ان الاعلانات والعلامات التجاريه طبيعي انها تكون بتح يعني خلاص بقينا بيزنس قوي، الكوره ما بقتش يعني انتماء ولا انا بحب فلان على حساب، لا البيزنس بيحكم. اديكي شايفه احنا النهارده عقد الرعايه، لو ما كانش النادي الاهلي هو الاكبر والاكثر شعبيه واكثر عدد بطولات ما كانش الرعاه هيجوا يتعاقدوا مع النادي الاهلي ابدا يعني. طب نروح بقى معاكي للمنتخبات العربيه. احنا مشارك معانا 4 منتخبات، قطر وتونس والسعوديه والمغرب. للاسف طبعا قطر خرجت واتجلدت من اول، عايزه اتكلم معاكي في الموضوع ده. وتونس لسه فاضل لها ماتش بس يعتبر خرجت برضو طبعا. والسعوديه عندها امل النهارده والمغرب صعدت. شفتي ازاي كل فرقه من الفرق ومين خضك ومين ما كانش متوقع؟ يعني كلمينا عن مشاركه الفرق العربيه. كان متوقع بالنسبه لي قطر انها يعني هتخرج، كان متوقع انها ليه؟ لان ما كانش في يعني بس بالارقام القياسيه دي هي اول بلد مستضيف تخرج من كل كاس العالم بس مباراه افتتاحيه ارقامها كلها قياسيه بالسالب. بس تعالي بصي مجموعه قطر، المجموعه اللي كانت بتلعب فيها قطر هولندا مثلا، هولندا حاجه صعبه جدا يعني، وهي برضه حظها كان سيء. انا قصدي ان هي كانت في مجموعه صعبه جدا، بس ده كاس العالم يا اميره يعني صح. الكل قوي، لو ما كنتش قد كاس العالم يبقى السعوديه مثلا معاها الارجنتين، هل السعوديه كانت تتوقع؟ السعوديه مدرب عامل ازاي؟ الاعداد في الدوري السعودي لو تتابعي الدوري السعودي هتعرفي ان الدنيا في السعوديه اختلفت تماما جدا. تماما الكره السعوديه على مستوى المحترفين تماماً. على مستوى المدربين يعني، لا المدرب الفرنسي بالنسبه للمنتخب السعودي عمل طفره. انت دلوقتي لاول مره بتقولي ايه ده، المنتخب السعودي بيكسب الارجنتين وهو يستحق ان هو يكسب. طبعا المباراه الثانيه كان حظه سيء فيها علشان كده خسر، النهارده قدام المكسيك عنده فرصه انه يدخل التاريخ من اوسع ابوابه. فلا في اعداد، ما انت بصي الخلفيه جايه منين. الدوري القطري كل الموجودين فيه برضه مش على نفس قوة الدوري السعودي، الدوري السعودي بيتصرف فيه فلوس كتير. يمكن قبل ما ادخل كان في خبر ان كريستيانو رونالدو احتمال يوقع للنصر السعودي، انا مش مصدقه يعني، بس بعقد فلكي اللي هو 200 مليون يورو. بس الدوري السعودي يقدر انه يجيب يقدر يجيب، بس هل عقليه كريستيانو اللي هو كان بيحارب واتخانق في مانشستر يونايتد عشان يمشي وعشان ما كانش بيلعب دوري الابطال وعشان الكره الذهبيه وكل ده، هل هيوافق ان هو ينهي حياته في الدوري السعودي؟ يعني انا على نفسي هو قبوله او رفضه هي دي اللي احنا ممكن نختلف عليها، لكن هل الدوري السعودي يقدر ولا يقدر؟ لا طبعا ماديا يقدر. عرض على كريستيانو رونالدو عرض زي اكيد اكيد. المغرب ما اعرفش ليه انا كنت متوقعه لها الصعود، يعني المغرب بالظبط انا بحس يعني هي ماشيه على خطى حتى في اللعب. المغرب تحسي فرقه بتحب تهاجم في لعبها، كل لعيبه الكوره بتاعتهم اقرب، يعتبر اقرب للعيبه الاوروبيه على مستوى عالي جدا، فانا كنت حاسه ان المغرب هتعمل حاجه. كلامك مليون في المية صح. عارفة ليه بقى يا أميرة؟ تعالي شوفي فريق المغرب. أولا وليد الركراكي عايزة أحييه لأنه قدر يتعامل مع نجوم على مستوى البدني، على مستوى التكتيك في الملعب، على مستوى النفسي. راح جاب مثلا حكيم زياش نجم تشيلسي، جاب مثلا نصير ويوسف النصيري كمان على مستوى الهجوم. بس أنا لو تقولي لي مين أحسن واحد في المغرب أقول لك سفيان أمرابط. ليه؟ لأن سفيان ماسك نص الملعب محدش بيعدي. هو اعتقد ان هو اهم المراكز نص الملعب طبعا. ده لو نص الملعب دلوقتي هو بيتحكم نص الملعب ده ماسك مركزه صح بيسهل على اللي قدامه وبيسهل كمان على اللي وراه كلهم. انا اتوقع ان هو هيتنقل من فيورنتينا الايطالي بعد كاس العالم، بعد كاس العالم. لانه لا بيقدم مستوى اكتر من رائع. طبعا معاكي اشرف حكيمي بس دول نجوم اوريدي معروفه، لكن المدرب المغربي وليد قدر ان هو يغير. دايما المغرب كانت بتشارك وبتلعب حلو وبتخسر بالزبط. لا المره دي بتلعب بواقعيه، يعني هو بيبقى نازل عارف هو عايز ايه من الماتش، امتى هيدافع، امتى احيانا بتشوف المغرب سايبه الاستحواذ شويه بس بيعرف يمسك زمام الامور ويرجع يعمل الخطه الهجوميه مره ثانيه. فلا طبعا المغرب هو الحصان الاسود بالنسبه لي، واتمنى ان شاء الله يعني يوصل للمربع الذهبي لانه حقيقي من بيقدم مستوى طيب جدا، يمكن افضل مونديال شفته للمغرب فعلا. بالكلام بقى عن المنتخبات الافريقيه، احنا عندنا السنغال صعدت بعد ما فازت على اكوادور 2-1، وغانا لسه عندها ماتش مع اوروجواي مع 3 نقط. انا عايزاك كده تكلميني، وفي كاميرون كمان، تكلميني عن المنتخبات الافريقيه من وجهه نظرك، شايفه مين في اللي ما صعدش ممكن يصعد، اللي صعد شايفه مشواره هيبقى عامل ازاي؟ خاصه كمان ان قدامها ماتش صعب قدام البرازيل كاميرون.
انا شايفه ان الكاميرون السنه دي يمكن ما كانتش مستعده بشكل كويس. الكاميرون ما كانتش هي دي الكاميرون الخطيره اللي احنا كنا عارفينها او بنشوفها حتى في كاس الامم الافريقيه، لا الامور ما كانتش ظابطه مع الكاميرون السنه دي. لكن لما تشوفي غانا، شوفي مدرب غانا راح عمل ايه، جاب لعيبه ناشئين صغيرين بيحملوا جنسيات حتى مزدوجة مع الجنسية بتاعت غانا، قدر يجمعهم. متوسط الأعمار عندهم 25 سنة، فأنت بتلعبي بفريق صغير يعتبر شباب، اداهم الفرصة. عشان كده غانا بتلعب ماتشات قوية جدا، يعني ماتشها مع كوريا كان ماتش قوي جدا 3-2. لا في حماس، في طريقة هجومية، بيعرف امتى ينقل من خط الدفاع للهجوم للباكات، بتشتغل مع الأجنحة. فغانا عامل شغل. السنغال طبعا تستحق ان هي طبعا تستحق، يمكن حظها سيء ليها في دور ال 16، هيكون عندها مواجهه قويه في دور ال 16. لكن اعتقد ان لا، السنغال كانت فعلا من تستحق. وانا نفسي بقى الافارقه طالما احنا خلاص وصلنا لدور ال 16 نعدي، ما تخافش بقى، نمشي خطوه. انت كده كده متوقع انك هتخسر، خلينا نكون على ارض الواقع. صح. لما هتقابل الفرق دي متوقع انك تخسر، يبقى انزل معلكش اي ضغط. والله كسبت يبقى انت عملت معجزه، ما كسبتش ما انت كده كده ما كنتش متوقع انك تكسب. انا حقيقه حزينه، بس عايزه اتكلم على تونس. تونس لغز لغز بالنسبه لي. بالنسبه لي جلال القدري هو نقطه ضعف كبيره جدا جدا في المنتخب التونسي. يعني لما يكون عندك واحد زي علي معلول، وانا مش بتكلم عشان علي اهلاوي، بس عنده النزعة الهجومية وعنده خبره، وعنده طبعا الخبرات دي كلها، ولاعب دولي بقاله فتره طويله، وانت تركنه على الدكه. سيف الجزيري احسن بكتير في الهجوم، مش قادر يستغل هو نقطه ضعفه. طبعا انت عارفه ان هو كان جاي كمدرب يعني احتياطي، وواضح ان هو ما تخلاش عن فكره ان هو احتياطي. يعني في دايما اللاعب اللي بيقعد بيقول لك على الدكه بيريح شويه، يعني مدرب مريح جدا. نقطه ضعف كبيره للمنتخب التونسي، كان السنه دي يقدر ان هو يعمل حاجه، لكن الحقيقه ما قدرش. فرحوا بالتعادل في الماتش الاولاني، نزل اتغلب في الماتش الثاني. فلا طبعا في نقطه ضعف كبيره جدا عند المنتخب التونسي، والحقيقه هو ما كانش واضح انه مستعد على المستوى الفني كمان. المدرب بعيد جدا، اختياراته كانت ضعيفه في الملعب، ما عندوش اي حلول، دايما بيلتزم بالدفاع وخلاص. بقى فكره انك تنزلي الدفع دي اتلغت، ما بقتش موجوده. يعني معظم المنتخبات بقت بتنزل تهاجم وما بقتش تخاف. طيب الكلام عن تونس، احنا عندنا ماتش تونس وفرنسا، وعندنا السعوديه والارجنتين. عايزاكي كده تقولي السعوديه اسفه والمكسيك. عايزاكي تقولي توقعاتك لماتش النهارده بتاع السعوديه والمكسيك وماتش تونس وفرنسا. لا فرنسا هتكسب طبعا، رغم ان هو هيريح 5-6 مثلا من اللعيبه الاساسيه، هو قال كده في قالك ان انا هريح اللعيبه الاساسيه، يعني امبابي، وهيريح كتير من اللعيبه. ولكن بالمستوى التونسي لا، مش فكرة ان فرنسا قوية، فكرة ان المستوى ضعيف، ده ضعيف وده قوي قوي بالظبط. يعني فالاثنين مع بعض طبعا نتيجة اكسبكتد. اتمنى من قلبي فرنسا. المنتخب السعودي على الورق، المنتخب السعودي امكانياته اعلى من المنتخب المكسيكي، لكن في لعنة الاصابات اللي هي لما بتمسك فريق، واحنا طبعا اكتر ناس اكتر فريق عندك كويس جدا في الاهلي. فلا يعني اتمنى ان هو يكون عنده حلول، بس ان شاء الله ان شاء الله المنتخب السعودي النهارده هيعمل نتيجة كويسة ان شاء الله باذن الله. طب شايفة ازاي وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب سن صغير ولاعبين سنهم كبير بيوصل 39 سنه، بتشوفي ده ازاي؟ ده ميكس كاس العالم، هتشوفي كده، هتشوفي زي ما كاس العالم بيقضي على لاعب بيبقى شهاده ميلاد للاعب للاعب جديد. مظبوط. فيعني عندك مثلا محمد القدوس اللي هو في غانا، لعيب اياكس امستردام، تعرف ان هو متخرج من الاكاديميه كانت موجوده هنا في مصر. فاحنا فكره الشباب، طلع الشباب بره حتى لو مش بيلعب في نادي كبير، بس فكرة تكون عندك محترفين. ميزة المغرب ان كلها من اول حارس المرمى لحد الهجوم الكل محترف، عنده لاعب ولا اتنين بس محليين، لكن الباقي كله محترفين. على عكس مثلا عندنا في المنتخب الوطني بتلاقي اتنين تلاتة بس هم المحترفين والباقي لعيبة محلية. لا المفروض احنا نطلع الشباب عندنا اكتر، حتى في الاندية ما ينفعش يبقى لاعب عنده 26 سنة اقول لك اللاعب الناشئ. ما ينفعش، يعني دي اكتر جمله بستغربها جدا. 19 سنه 20 سنه ما افضلش اطلعه في اعاره، لا خليه ياخد الفرصه، خليه يكون هو نجم الفريق، عشان حتى تسويقيا بعد كده اعرف اعلي سعره. لو هيجيب لي مليون مثلا، لا ابيعه ب 10. فده الفكره اللي بيعملوها المنتخبات الافريقيه، بيطلعوا كل اللعيبه اللي عندهم من خلال اكاديميات، وبتلاقيهم بيرجعوا بعد كده للمنتخب نجوم. بس عايزه اتكلم عن منتخب امريكا، ينفع؟ طبعا. لان ده بالنسبه لي كان مفاجاه. طبعا بالنسبه لنا كلنا بصراحه، بلد ما بتحبش الكوره ومش مهتميه قوي وبتمشي ببطء جدا في مجال، بتلاقيها منتخب
هايل. استني قبل ما نتكلم عن امريكا بس قبل ما نعدي تونس، علي معلول هيلعب النهارده اساسي في تونس. بعد ايه؟ فهو طبعا بعد ايه؟ بعد ايه؟ يعني بعد ايه عندك علي معلول؟ دي حاجه تجنن. عندك علي معلول قعدوا على الدكه ليه؟ حاجه غريبه فعلا، حاجه غريبه، لانه لعيب عنده خبرات كبيره جدا جدا، رجله في الملعب زي ما بيقولوا، فمش يعني مش ده اللعيب اللي يقعد على الدكه. النزعه الهجوميه علي وبيقعد لمين؟ خطير. وبيقعد لمين على الدكه؟ دي برده مهمه قوي. هو كان عايز دفاع، هو كان دماغه دفاعيه بحت. منتخب امريكا بالنسبه لي كان مفاجاه، مفاجاه جدا في طريقه اللعب. يعني لا كان تخيل ان امريكا بتتبع نفس الترند في اللعب اللي بتتبعه فرنسا والمانيا واسبانيا. اللعيبه كلهم اللي هو دلوقتي في ترند في التكتيك الجديد، اللي هو الباك الشمال عندك بتخليه ناحيه الهجوم والباك اليمين بتوقفيه، بيستخدموه في حاجتين، يا اما يبقى سنتر باك في الدفاع ورا، او ان هو ينزل في نص الملعب يبقى ديفندر. وده زي ما قلت لك فرنسا والمانيا واسبانيا بيتبعوا نفس الطريقه. يعني حتى لما بتشوفيهم في الهجوم بتلاقي الباك بتاع الشمال بيطير، التاني واقف، لان استخداماته زي ما قلت سواء الدفاع او في نص الملعب بيعتمدوا اكتر على الكور دي. فان امريكا تتطور لدرجه انها تلعب بنفس الترند اللي بيلعبه المنتخبات الكبيره دي اللي ليها باع طويل في كره القدم، لا. وفي كمان ابن جورج وايا، بصراحه انا من الناس المعجبه جدا بيه، مهاجم خطير وسنه صغير ويعني ليه مستقبل كبير. شيماء انا بشكرك، شرفتينا ونورتينا ووشك حلو علينا. يعني النهارده كمان المؤتمر بتاع الرعايه الجديد للنادي الاهلي، شرفتينا وشكرا على كل المعلومات دي. بشكركم جدا. وبكده تكون خلصت فقرتنا.